يقول الخلاوي الذي ما يكود جدي دلبنا من غاليات القصائد. قصائد لابد الملا تستفيدها لمسه غريم الروح للروح صائد. لعل الذي يروونها يذكروني بترحيم تنتود عظام الجدائد. الله يرحمه. اوصيك يا ولدي وصاه تضمها لعاد مالي. من مدى العمر زايد وصيه عود ثالثه الهجره هالعصا وقصره خطاها اللي من اول بعايد. لا تاخذ الهزله علشان مالها ولا تقتبس من نارها بل وقايد. لا تاخذ لبنت قوم حميده عسى ولد منها يجيب الفوايد يجزع عمر راع الحساني مثلها ويجزع عمر راع عنك تبنكايد. ولا تتجي في خصلة ما بها ذرة ولا تنزل الا عند راع الوكايد ولا تسفه المنيوب. اللي جاك عاني وياك يا ولدي مطل الوعايد بك تسوي بي سواتي بوادي وانت على مثلها بغيره وزايد. يا طول ما وسدت راسي تتاده من خوفتي اعتادلين الوسايد من عود العيب. الرقاد تعوده من عود عين المساري تعاود من عود الصبيان. اسلن ببيته عادوه في عسر الليالي الشدايد. من عود الصبيان ضرب بلجن انا اخوه يوم الكون. ياب العوايد ومن تابع المشرع والفي والذرى يموت معاشت يديه الفوايد. نعد الليالي والليالي تعدنا العمر يفنى والليالي بزايد. يقولوا البيت الفقر لا يا من الغنى وبيت الغنى لا يا من الفقر عايد. ولا يا من المظهور جمع يعزه ولا يا من الجمع العزيز الضهايد. واد جر لابد يجري من الحياه اما جرى عام جرى عام عايد. الله يرحمك يا خلاص.